تشاهدون الآن. فريق الجدعان ريل استيت يناقش أسرار خطة مصر الجديدة للتوسع في مشروعات العمارة الخضراء أثناء لقائه المطورين المشاركين في فعاليات المائدة المستديرة التي تنظمها مجلة انفستيجيت المتخصصة في الشأن العقاري. تخيلوا حضراتكم قريب جدا هتمشوا في شوارع مدن مصرية خضراء. عارفين يعني ايه؟ يعني مش بس جمالها بديع وطبيعتها خلابة، كمان معدلات التلوث فيها صفر، واستهلاكها للمية والطاقة منظم جدا. والبداية هتكون من مدينة شرم الشيخ، ده بالتفصيل اللي الدولة بدأت تطبقه لما قررت تسابق الزمن وتتبنى اكبر خطة للتوسع في تجربة العمارة الخضراء في مدن الجيل الرابع، وده بيتواكب مع استعدادات مصر لاستضافة أكبر حدث عالمي وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 في نوفمبر 2022. وخلي بال حضراتكم، التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والمباني الخضراء مش مهمة الدولة بس، القطاع الخاص كمان شريك أساسي في نجاح المهمة دي. ولأن الموضوع مهم جدا اهتمت منصة انفستجيت عمل مائدة مستديرة بمشاركة مجموعة من أهم المطورين العقاريين للمناقشة والدراسة، والجلسة كانت برئاسة عميد المطورين المهندس فتح الله فوزي، وكمان حضرها ممثلاً عن الدولة الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. وخلي بال حضراتكم، مصر مؤهلة جداً إنها تكون من أهم الدول الرائدة في العمارة الخضراء، لكن الموضوع مش سهل وفي تحديات كبيرة، وده اللي عرفناه لما قابلنا المطورين المشاركين في المائدة المستديرة لمدن الجيل الرابع. والبداية كانت مع المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة نايل ديفلوبمنتس. ركزوا معاه. النهاردة وإحنا بنحضر فعاليات مؤتمر انفستجيت للمدن الجيل الرابع ما بين الفرص والتحديات، رأي حضرتك أولا في فكرة المؤتمر؟ المؤتمر ده مهم جدا ومفيد جدا، وكنا حريصين جدا نتواجد فيه. مصر بتعمل حاجة عظيمة جدا جدا جدا، هي مدن الجيل الرابع، ده أعظم مشروع قومي مصر بتعمله حاليا، ولكن مفيش توعية كافية للمجتمع بأهمية المشروع ده قدي للجيل الحالي وللجيل القادم. مدن الجيل الرابع ده مصطلح مصري مش مصطلح عالمي. ليه؟ احنا عملنا هنا مدن الجيل الاول بعد حرب اكتوبر في السبعينات والثمانينات، اللي هي كانت العاشر من رمضان و6 اكتوبر وتوميات الجريده والصلاحيه، ثم مدن الجيل الثاني. مدن الجيل الثاني في التسعينات واوائل الالفينات، مدن الجيل الثاني زي القاهره الجديده، زي الشروق، زي العبور، زي بدر. وبعد كده كان في مدن الجيل الثالث، بس دي يعني ما حسناش قوي مدن الجيل الثالث، لان احنا كنا بنسميها ساتلايت سيتي او مدن توأم للمدن في الصعيد، كانت اسوان الجديده، اسيوط الجديده. اخطر عدو لمصر هو التخلف الاداري، بنضيع تلت امكانياتنا ومواردنا مجانا بسبب التخلف الاداري. التخلف الاداري ده حاصل بسبب ان احنا المدن بتاعتنا قديمه وغير قابله ان هي تلبي التطور والحداثه اللي حاصله في التكنولوجيا وفي العالم حاليا. وعندنا مشكله تانية كبيره جدا وهي مشكله السكان. احنا مصر حاليا 105 مليون، تلتينهم تحت 18 سنه، كل دول طالعين عاوزين سكن، وهنوصل ل 120 مليون في 2030 بعد 8 سنين، بنزيد 2.5 مليون كل سنه. فازاي نوفر لدول سكن ونشغل الناس، وعايزين نعمل حداثه ونحل موضوع التخلف الاداري. عشان كده ده كان الحل العبقري للاداره المصريه ان احنا نعمل مدن جيل رابع. مدن الجيل الرابع دي اللي هي ابتدت من 2014، اللي هي العاصمه الاداريه هنا في القاهره وفي الدلتا المنصوره الجديده وفي الساحل العالمين الجديده، بالظبط كده 2014. فمدن الجيل الرابع دي معموله عشان يبقى فيها حداثه، يبقى فيها رقمنه، يبقى فيها احدث وسائل التكنولوجيا. اعتقد انتوا شفتوكوا في حلقه ما شاء الله كانت في العاصمه الاداريه، ودخلنا شفنا الحداثه الكبيره والاي تي والسيستم اللي بيتعمل، ان كل واحد هو داخل المبنى بتاعه هيبقى متشاف من شركه العاصمه، هيبقى في امن اوتوماتيك، حاجه كل يعني اوتوميشن، الانفراستراكشر يعني كلها ذكيه، بالظبط كده. يعني الحاجات اللي احنا كنا بنروح دول دبي والدول العالم الممتازه ونفسنا تبقى عندنا،
من كل حاجة، من أول التخطيط ومن أول المساحات الخضراء الكبيرة. يعني أكبر مساحات خضراء في العالم زي هايد بارك وسنترال بارك عملنا زيها وأكبر منها النهر الأخضر، ناطحات السحاب العظيمة اللي كانت موجودة برا، وكنا زعين جدا أنها مش موجودة في مخطط عندنا عشان المدن بتاعتنا قديمة وتعاني من الشيخوخة وغير قابلة أنها تحط فيها ناطحات سحاب موجودة في مصر. في العاصمة الإدارية الجديدة وفي المدن الجيل الرابع تخطيط يسمح أن يبقى في عندنا العظمة بتاعت ناطحات السحاب. كل حاجة كويسه جدا كان شفناها بره او حتى جوه مصر، ما كنا نروح معابد او نشوف عظمه بتاعه الاجيال السابقه وعملت ايه لاند مارك رائع باقي الى الان، ونفسنا الجيل بتاعنا ده يبقى له بصمه ويسيب حاجات قويه جدا للاجيال الجايه. المدن الجيل الرابع وحاجه زي العاصمه الاداريه اتاحت الفرصه دي ان احنا نعمل اهم لاند مارك مباني تكون فخر العالم، هتبقى لاند مارك العالم كله يجي يزورها. اتعملت بالفعل مش لسه في التخطيط في العاصمه الاداريه الجديده، يعني مسجد مصر اكبر مسجد في افريقيا، تحفة معمارية ملهاش مثيل في أفريقيا، مدينة الفنون يكاد يكون ملهاش مثيل في العالم، الحي الحكومي اللي مصر خلصته مش لسه في التخطيط، الحي الحكومي ده مش زي دبي، احنا أفضل حي حكومي يكاد يكون في العالم. الحمد لله مصر خططت كويس جدا ونفذت المدن يعني جزء كبير جدا جدا منها بحداثة وروعة. تكتمل بقى النقطة الثالثة التشغيل، التشغيل السمارت اللي هو الموظفين يكونوا خدوا الدورات الكافية اللي تخلي، لأن مصر إن شاء الله لو ده نجحت والموظفين خدوا كورسات واقتنعوا وحطينا الكفاءات الممتازة بعد اللي احنا عملنا ده، أعتقد في 3 سنين اللي احنا بنقول دبي أحسن مدينة في العالم في التكنولوجيا في السمارت وفي تسهيل حياة المواطنين وفي الإجراءات وفي القضاء على البيروقراطية، إن شاء الله في خلال 3 سنين ده يبقى عندنا الموظفين يبقوا هم على قدر الموضوع اللي اتبنى واتنشأ واتصرف عليه ده. حضراتكم ليكوا اكتر من مشروع في العاصمة الإدارية، لكن انتوا دلوقتي بقيتوا متخصصين في نوع معين من المشروعات في العاصمة الإدارية، انتوا رايحين للتخصص اكتر؟ احنا بنعشق ناطحات السحاب، وكنا لما نروح نعمل عمرة ونشوف ابراج الحرم او نسافر دبي تسوق او نشوف الابراج والروعة والعظمة، فالحمد لله الدولة المصرية بالمشاريع الجيل الرابع وبمشروعها الأعظم العاصمة الإدارية الجديدة أتاحت ده إن احنا ننقل العظمة دي لبلدنا في العاصمة الإدارية. فطبعاً أول ما أتاحت ده كان لازم نستغل الفرصة، وشايفين قد إيه ناطحات السحاب دي مفيدة جداً 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 للمطور وللعميل اللي بيشتري، لأن هي معنى إن هي ناطحات السحاب إن هي معمولة في أفضل المواقع وأكثرها تميزاً، إن تصميمها عالمي، إن هندستها والناس القائمين على الهندسة والتصميم والبناء كلهم مستوى عالي جداً، فالمباني دي بتطلع يعني بنسبة كبيرة جدا مباني عظيمة ناجحة لأن موقعها بيبقى أكثر امتيازا، معنى هنا ناطحات سحاب إن هي في موقع أكثر امتيازا، ومصر دخلة جامد جدا في عصر ناطحات سحاب، فطبعا حبينا إن احنا يكون لنا السبق ونكون أول شركة متخصصة في ناطحات سحاب. الحمد لله توفقنا إن احنا خدنا أول مشروع أرض و30 كان ناطحة سحاب، والحمد لله خدنا مشروع تاني فيه 4 تاورز أرض و50، فالحمد لله احنا حاليا معانا في محفظة الشركة يعتبر رايحين للتخصص في ناطحات سحاب. الحمد لله وشكرا، ومعانا الحمد لله يعني مشروعنا راه هو الاعظم على الاطلاق في العاصمه الاداريه ومصر، هو مشروعنا البيزنس سيتي، ده اعلى مدينه رئيسيه في افريقيا، اعلى طور اداري في افريقيا، فيه اعلى مبنى سكن في افريقيا. بالمناسبه العالم قرر يتجه للمشروعات الصديقه للبيئه، خطوات محسوبه واليه مختلفه، وده باختصار لان حجم الاستثمار في القطاع ده وصل لحوالي 400 مليار دولار في العالم، وده اللي عرفناه لما قابلنا السيد حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة جيتس ديفلوبمنتس. العاصمة الإدارية هي فرصة جديدة لمصر كلها، إزاي المطورين يقدروا في تخطيط مشروعاتهم يراعوا الاستدامة عشان مشروعاتهم تعيش عشرات السنين قدام؟ هو العاصمة نفسها أصلاً هي أكبر مدينة في الشرق الأوسط من ناحية الاستدامة والمدن الذكية، والحكومة يعني عاملة شغل كبير جداً جداً بصراحة، والدولة عاملة شغل كبير جداً في العاصمة. يمكن الانفراستراكشر المصروف على العاصمه لحد النهارده 160 مليار جنيه اعتقد يعني على حسب اخر احصائيه، ولسه طبعا هيتصرف تاني اكتر. طبعا ده هيساعد المطورين جدا ان هم يعني يدخلوا ضمن المنظومه بتاعت الاستدامه، لان التخطيط كان صح من الاول. طبعا التخطيط صح، وهو اصلا الدوله مخططه لده ان يبقى عندها مدينه فيها استدامه بالمفهوم البيئي للمكون العقاري، والبيئي مش العقاري بس كمان، وكمان مدينه ذكيه للخدمات اللي هتقدم للمواطنين ان شاء الله لما الحكومه تنتقل العاصمه الاداريه. وطبعا انتقال الحكومه العاصمه الاداريه في الفتره اللي جايه هيعمل طفره كبيره جدا للمدينه نفسها، وهيدي ثقه تانيه كبيره اكبر للعملاء والمستثمرين سواء كان الخارج ولا الداخل، ان هم يبتدوا تاني يبقى الطلب اكبر ومتزايد عن اللي موجود دلوقتي في العاصمه. وبالنسبه لمشروعاتكم رايتوا ده ازاي؟
احنا في العاصمه عندنا مشروع كوميرشال ومشروعين ريزيدنشال. المشروع الريزيدنشال 40 فدان و40 فدان، والكوميرشال على 4 فدان. الاربع فدان احنا خلاص احنا ان شاء الله باذن على اوائل الشهر الجاي هنكون بنسلم فيه باذن الله. احنا راعينا فيه طبعا الاستدامه علشان خاطر الكلاينت دلوقتي يعني هو واعي كويس قوي ان كل حاجه هياخدها عشان ياجرها، سواء كان ناس بالانفستر بره او حد جاي من بره. فطبيعي جدا هو الناس كلها بتسال النهارده على الاستدامه، يعني ده مفهوم عالمي النهارده، مش حاجه جديده، احنا ما بنتكلمش على حاجه جديده، هي مفهوم اصلا عالمي يعني. والناس بتحاول النهارده تجري كتير جدا عشان خاطر تقدر انها تحقق المفهوم. شايف ان احنا متاخرين فيه شويه؟ احنا متاخرين فيه، بس هو العالم كله متاخر فيه. يعني يمكن القطاع العقاري في العالم كله هو حوالي 5 تريليون اعتقد. المساهمه في المباني الخضراء او مفهوم الاستدامه sustainability يعني هو 400 مليار لحد دلوقتي دولار. طب شايف ان مصر تعتبر في مركز متقدم ولا متاخر؟ لا، هو احنا رايحين عشان نبقى في مركز متقدم ان شاء الله باذن الله. وطبعا نفسي نبقى زي دبي، لان دبي هي في دلوقتي من ضمن العشرة او العشر مدن الاوائل اللي هم في الاستدامه. يمكن اول واحده امريكا، ودبي الثامنه طبعا هي الدوله العربيه الوحيده او في الشرق الاوسط كله. وان شاء الله باذن الله احنا نحذو حذوها. يعني العاصمه هي اكبر مدينه في الشرق الاوسط كمدينه ذكيه وكمدينه مستدامه ان شاء الله باذن الله. بخلاف معظم الشركات العقاريه، انتوا شركه مركزه جدا على الجزء الكوميرشال جنب الجزء الريزيدنشال. النهارده الاستدامه في المشروعات التجاريه بيختلف ايه عن المشروعات الريزيدنشال او السكنيه؟ الاغلب اكثر طبعا المواد البنى. احنا عندنا في مشروع تاني كوميرشال في زايد، احنا مخططين له ان احنا ان شاء الله باذن الله نبقى من المباني الصديقه للبيئه الخضراء. وكمان عايز اقول كده، مش عشان خاطر النهارده الناس، اي انفستور او اي حد عايز يجي مصر من بره هو بيدور دلوقتي على المباني الخضراء صديقه للبيئه. تقييم حضرتك ايه بالنسبه لمستوى المدن اللي بتتبني النهارده، وايه اللي ممكن نحسنه فيها؟ مثلا احنا عندنا في العالمين الجديده، وعندنا العاصمه الاداريه، وعندنا في اسيوط الجديده وسوهاج الجديده والمنصوره الجديده. كل اللي بتقوم بيه مشروعات الدوله في الوقت دوت، يعني انا شايف ان هي لا يعني بنسبه يعني 90% او 95% ناجحه جدا في انها تعمل ده. والانفراستراكشر اللي محطوطه واللي متنفذه في هذه المدن هتساعد بعد كده، مش هتساعد كمان، ده هي دي الاساس يعني، في ان هي تخلي المدينه مدينه ذكيه وتقديم خدمات ذكيه للمواطنين وللناس السكان. انا بس بيواجهنا هنا حته لازم نخلي بالنا منها، ان عشان تبقى مدينه ذكيه كويس احنا لازم في عندنا لازم ندرب اثنين، يعني سواء كان الكاستمر او اللي بيقدم الخدمه. فده اعتقد هو التحدي الحقيقي في ان احنا ازاي ندرب الناس على استخدام وتقديم الخدمه. نجاح مشروعات العماره الخضراء خطوه مش سهله رغم العائد الكبير، سواء للمطور او العميل. وعشان ده يتحقق في مجموعه من الشروط حددها المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي لشركه السعوديه المصريه للتعمير. تعالوا نسمع بيقول ايه. باشمهندس محمد، حضرتك بتقود واحده من شركات الدوله اللي بتسوق مشروعات، وحضرتك تقدر تقيم لنا مدى مراعاه المشروعات دي لمبدا الاستدامه، تقييم حضرتك ايه؟ بشكرك على اللقاء ده، وبقدر اقول لك ان احنا شركه السعوديه المصريه للتعمير، يعني مبدئيا برضو كتعريف بسيط، الشركه السعوديه انشئت 1975 بقانون خاص بملكيه مناصفه ما بين وزاره الماليه السعوديه ووزاره الاسكان المصريه، ولكنها في اطار شركه قطاع خاص وليس قطاع عام. شركه نفذت اكثر من 45 مشروع، منهم عاده ابراج عاليه، فعندنا خبره كويسه في الشركه فنيه من ناحيه الابراج وكيفيه اداره هذه الابراج، ومن حاجات لغايه النهارده موجوده، ومن انجح الابراج الموجوده على النيل وفي مناطق زي المعادي والقاهره ومصر الجديده ومدينه نصر. لما ببص على مشروعات الدوله اللي احنا قمنا بتسويقها ومن خلال البروتوكول اللي مع هيئه المجتمعات العمرانيه، كان عندنا مشروعين أساسيين، هو مشروع الحي اللاتيني في العالمين الجديدة ومشروع صواري في اسكندرية. المشاريع دي أقدر أقول إنها جزء من مدينة أو جزء مخطط كبير، ودي بيديها ميزة من ناحية الاستدامة، إنها الحلول اللي بتبقى في إيد الدولة إنها تراعي الاستدامة. زي ما كنا بنقول في الجلسة، الاستدامة ليها بعد إيكونوميكال وبعد اقتصادي وبعد اجتماعي وبعد نقل وتوفير في أو الطاقة، يعني توفير الطاقة مش الجرين بس. وده رؤية في حاجات كتير جدا أثناء تخطيط المشروع شفناه من ناحية الوجود، هي يعني مدن متكاملة بتوفر الحياة والعمل والسكن والترفيهي في نفس المكان، فده بيقلل الانتقالات، فبيقلل الانبعاثات الكربونيه في المشاريع دي، بدل ما يبقى في مشروع متباعد عن بعضه ومتباعد الاطراف.
عادة كانت الدولة قبل كده بتنفذ المشاريع بشكل متباعد الأطراف قوي، يعني بتعمل جزء مثلا بعيد جدا للمكاتب وبعدين جزء تاني للسكني وجزء تاني للترفيهي أو للتجاري. المشاريع الجديدة دلوقتي فيها انتجريشن عالي، قريبين قوي من بعض، ففي مشاريع كل منطقة متكاملة وفي مشاريع كتير فيها ممكن تلاقي فيها التجاري مثلا موجود تحت السكني، او فيها الميكس ديوز زي ما بيقولوا والاداري قريب منه، فده برضو من الحاجات اللي هي بتساعد على الاستدامه في المشاريع دي. وطبعا ده غير اكواد البناء المستخدمه اللي هي حدث الاكواد اللي موجوده من ناحيه الاستدامه في المواد العزل والخامات المستخدمه واعاده تدوير اجزاء. يعني مثلا مشروع اسكندريه كان مقلب زباله اصلا، اللي هو الارض الصواري دي اصلا كان مقلب زباله، وكان منطقه سيئه جدا كان بيتضرر منها كل اهل اسكندريه جدا، وهم نظفوا البحيرات اللي هناك ونظفوا المنطقه وشالوا منها كل المخلفات والمقالب دي ونقلوها ونظفوها واعادوا تخطيط المكان، وقدروا ان هم يعني يعملوا ميكست يوز في رايي متكامل بيدي مفهوم الاستدامه في، طبعا يعني اسكندريه مدينه كبيره جدا، لكن في خلال المشروع ده وهي بتبقى نواه بقى، انت بتبتدي تطلع بالنواه دي، والنواه دي لما بتنجح والناس بتشوفها عايشه في حياه احسن وهدوء الاعصاب وسهوله التنقل ما بين التجاري والترفيهي والاداري للسكني، الحياة كلها مكتملة في مكان واحد، ده بيبتدي يعلم الناس ازاي في اللي جاي يبقى هما عايزين مشاريع مماثلة حتى لو كانت في اسكندرية او في مناطق متقاربة منها. يعني حضرتك من الشركات القليلة جدا اللي عندها تنوع كبير في اماكن مشروعاتها ما بين اسكندرية والعالمين والقاهرة وكمان في الصعيد، معايير الاستدامة بتختلف ازاي من مدينة للتانية؟ فعلا السعودية المصرية للتعمير في رأيي انها من الشركات المميزة جدا في انتشارها حوالين جمهورية مصر العربية كلها، مش متمركزة في ان كان الشرق او غرب القاهرة بس زي مطورين كتير. احنا من الشركات السابقة في توجهها ناحية مدن اخرى. في الفترة الأخيرة يمكن فترة قريبة جدا من 2014 خدنا أراضي في أسيوط الجديدة في الصعيد، وخدنا أراضي في دمياط الجديدة، وبرضه في العاصمه الاداريه الجديده بما انها برضه من مدن الجيل الرابع، وكان لنا خبره هناك اقدر اقول انها جيده جدا من ناحيه المشاريع اللي احنا عملناها والاقبال عليها. من اهم نقط الاستدامه برضه اللي احنا لازم نتكلم عليها هي المدينه اللي انت بتبنيها او المشروع انت بتبنيه ما يبقاش في الاخر مشروع اشباح، يعني بتبني حاجه والحاجه انت بتبنيها ما حدش بيسكن فيها، ففي الاخر انت بالعكس انت بنيت وعملت مباني اسمنتيه وخرسانات ومحدش سكن الحاجات دي كلها، انت كده ما ساعدتش على الاستدامة او ما نجحتش المشروع، بقى بالعكس انت اللي حصل عندك هو مش عايز اقول صرفت ولكن استخدمت ما حققتش الهدف بشكل كامل، ما حققتش الهدف ان في الاخر المشروع ده ينجح. طب حضرتك شايف الموضوع يبتدي منين؟ هل من دراسة السوق بشكل جيد او احتياجات المواطن في المكان ده؟ اللي دايما كنت لما اول ما بصينا على المشاريع دي واول ما ابتدينا حتى في صوري مع هيئة المجتمعات فكرنا بشكل موضوعي جدا ان من الاخطاء ويمكن بعض الناس وقعوا فيها ان انت بتنتقل بالفريق بتاعك وبالفكر بتاعك من القاهره الجديده او من تجمعات او من اكتوبر مشاريع انت عملتها وبتروح تنقل كوبي كات الموضوع ده في المشاريع اللي بتعيده زي ما هو او بنفس الفكر بتاعك بالظبط بنفس المساحات بنفس التصميمات بنفس المتطلبات المشروع، ظنا ان هو ده اللي ما دام نجح في القاهره هينجح هناك. يعني الحقيقه ان انا ده مش ده الحقيقه، الوضع في المدن دي مستقر بقاله الاف السنين زي ما هو في القاهره مستقر بقاله الاف السنين، عندهم متطلبات معينه عندهم خبرات حياتيه مختلفه عندهم احتياجات مختلفه، فابتدينا نبص الناس عايزه ايه، الناس بتفكر الاماكن دي تستغلها ازاي او تستفاد منها ازاي. مفهوم نص تشطيب مثلا في مصر في القاهره مقبول، نص تشطيب في المناطق دي مش احسن حاجه تقدمها لهم، ما يفضلوا دايما المتشطب لان برضو عدم وجود الايدي العامله بالكثره اللي موجوده ناحيه القاهره وكده الحكايه دي بتخلي عندهم تشالنج في ان هم يتقبلوا المشروع ده او يسكنوا فيه. الحاجات برضو الثانيه هو احتياجهم، هل هم محتاجين سنجل فاميلي او محتاجين فيلات وشقق ولو رايز يعني تاون هاوسز وتوينز ولا عايزين شقق صغيره مساحتها صغيره ولا شقق مساحتها كبيره. بتكتشف ان كل منطقه وكل محافظه ليها احتياجات وليها متطلبات مختلفه. يعني من الحاجات اللي احنا عملناها اللي كانت ظريفه ان فريق العمل اللي هناك من البلد دي،
يعني الناس بتوع اسيوط من اسيوط، الناس بتوع دمياط من دمياط، الناس بتوع اسكندريه من اسكندريه، فدول بيقربوا لك قوي وجهات النظر اللي موجوده على الارض من خلال الناس اللي بيتعاملوا معاهم ومعارفهم وكده، بتقدر تفهم الكالتشر دي بتدور على ايه. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان ريل استيت يرصد أهم الحوافز المقترحة لدعم المشروعات بالمدن الذكية، كما يكشف أسرار مخطط 2025 لتقليل مخاطر التلوث بالقطاع العقاري.